انت فاكره اني مش عارف اجيبك؟ هجيبك هجيبك وربنا لا اجيبك. طب ماشي ثانيه واحده بقى كده اتقلي عليا، اقفلي دلوقتي، اقفلي بس خمسه، اقفلي اقفلي. بقول لك لو سمحتي لو سمحتي ممكن بس تصوريني فيديو فيديو بس، تصوروني بس دقيقه واحده بس. طب بقول لك ايه، استني كده خليكي معايا ثانيه. انا في الكويت ومستني حد من ساعتها يصوروني فيديو، معلش انا اسف. فيديو بس ايه؟ معلش بس لو سمحتي انا بعتذر لك جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي انا اسف والله ليكي. تمام تمام ماشي. بصي يا حبيبتي صوتي تمام. بصي يا حبيبتي عيالك اولى بيكي، بيت امك هتروحي له اكلك علقه هفتح لك دماغك. تمام ما بتقفش على حد وربنا ما بتقف على حد، وكلمه كمان وهعورك. وعشان تعرفي كمان اقول لك على حاجه، الفيديو ده مين مصوره؟ اقول لك مين، خطيبتي يا ست هانم. ايه ده انت بتعمل ايه؟ خطيبتي اهي. هات التليفون ده، هات التليفون. خلاص بص اقول لك على هو حاجه. هو ايه خلاص؟ هقول لك على حاجه، وحيد الله وحيد الله. اوعى بقول لك هات التليفون، انت عبيط ولا ايه؟ طب وحيد الله اقول لك حاجه، معلش افتح اللوك. طب أبوها افتح اللوك. ابوها تاجر الكلاب مبهدلني. انا ماليش دعوه تاجر زفت وقت ولا ما بزعلها. بقول لك افتح اللوك. اروح لها عند امها. انا ابوها. يا ابني انت عبيط ولا ايه؟ افتح اللوك. ابوها يقف لي بكلبين على باب الشقه. انا ماليش دعوه. انا هتقف لي بكلب. طب افتح اللوك. لا لا تعالى هنا بقول لك افتح اللوك، انت غبي. انت يا ابني خلاص خلاص والله انا اسف. هو ايه اللي مراتك؟ طب افتح اللوك. صلى على النبي صلى على النبي. عايز الصلاه والسلام. يلا صلى على النبي. طب امسح الفيديو. انت لما ربنا يكرمك وتتجوزي جوزك يجيب لك كلاب ويوقف لك على باب الشقه ويوقف لك امه. انا ماليش. انت عبيط يا ابني ولا يوقف لك امه. بقول لك ايه وابوه هات التليفون. كل ده ليه؟ هدولك والله ثانيه. طب هات اللوك والله هدولك. طب وحيد الله. طب امسح الفيديو. والنبي ده الفيديو ده هينقذ حياتي. الفيديو ده انا ممكن اهددها بيه هي ما تعرف هي بتغيب عليا. طب امسح الفيديو بعد اذنك. خد على هنا مش هتمشي على فكره. الله. بص تعالى بقى. بص لا خلاص وحيد الله وحيد الله سيب التليفون. طب امسح الفيديو. وحيد الله والله العظيم هيتمسح. بصي 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 الفيديو فين؟ الفيديو اهو تمام ده حذف. طب انا ليه عملت كده بقى؟ عشان انت متخلف. لا اصل ابوها تاجر كلاب. وحيد متخلف. الله بهزر معاكي والله العظيم دي كاميرا خفيه. والله كاميرا خفيه مش عايزك تزعلي. طب بصي 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 هو اللي حصل ده كله اتصور تمام؟ وانا واقف من ساعتها انت بقى حظك بقى وقعتي معايا. مش عايزك تزعلي. ما ازعلش ايه؟ طب بصي 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 كاميرا تمام؟ عندك بقى كاميرات كده في كل حته مش عايزك والله تزعلي. ما ازعلش. تمام؟ ثانيه كده. اهي ابوها تاجر كلاب. الو؟ الو السلام عليكم. خمسه كده وهكلمك خلاص انا اتجوزت خلاص. هبعت لك الفيديو. بهزر معاكي. بتهزر والله بتهزر. بتهزر. والله حصل بقى اتزعل عندك مشكله. لا تمام. طب انا بعتذر لك والله. اتفضلي انا اسف جدا.